ترى وزارة التضامن الاجتماعي أنه سواء كنت شركة ذات مسؤولية محدودة أو مكتباً قانونياً أو شركة تسويق أو شركة علاقات عامة، فأنه عليك أن تسجل نفسك كجمعية أهلية فيما لو تعاونت مع أي مؤسسات دولية أياً ما كان توصيفها. وفي ظني أن هذا أيضاً لم يسر مخاوفي بشأن تطبيق المادة 78 المعدلة لدى الحكومة في قانون الجمعيات، مادة تتيح لها ذلك بالحبس 6 أشهر، ولا أتصور أن المنظمات أو الهيئات أو الشركات يتحمل من يعملون فيها أكثر من 6 أشهر في سجون يعرف القاصي قبل الداني أنها بذاتها تعذيب في تعذيب. فأوضاع السجون شديدة التردي، على أن مقال للأستاذ الدكتور زياد بهاء الدين نشره في الشروق يعني أعاد إلى نفسي هذا الخوف. ويبدو أن مقال زياد بهاء الدين لم يثر مخاوفي وحدها، لأنه أثار أيضا مخاوف المجلس القومي لحقوق الإنسان. ومن هنا قررت المجموعة المتحدة أن تنظم هذا النقاش، ثم قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ينظم في اليوم التالي غدا نقاشا مماثلا عن المادة نفسها بكرة، نرجو أن يتواجد فيه الجميع. هنا أدركت أن مقال الدكتور زياد بهاء الدين له ظل من الحقيقة.